اليوم صحه. اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام، اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينيرني إظلامي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة بوش بان تعليمية، مرحبا بكم في هذا البرنامج الأساليب المعتمدة. بعد أن أنهينا الأساليب الخاصة بالتصميم التي رأينا فيها مقدمة عبر خاتمة كأسلوب أول، ورأينا الأسلوب الثاني الذي هو أسلوب الاستدلالي، والأسلوب الثالث الذي هو الروابط الحجاجية، رأينا بعد ذلك الحجج والبراهين. الحجج والبراهين رأينا حجج نقلية نصية، وحجج عقلية منطقية، وحجج واقعية، وحجج تاريخية. نكون الآن قد وصلنا إلى نوع ثالث من الأساليب الذي هو أساليب الجمل. وأول أسلوب لدينا وهو أسلوب توكيد أو تأكيد، أسلوب توكيد أو التأكيد، ويكون مع إن وأن. كما تعرفون أن إن وأن حرف توكيد، النواسخ الحرفية. ما وظيفة هذا الأسلوب الذي هو أسلوب توكيد والتأكيد؟ وظيفته مثل ما ستقولون وهو تأكيد الأفكار بهدف إقناع القارئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.